السلام الله عليكم، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. تغطيتنا المستمرة معكم على شاشة إكسترا نيوز، نخصص هذه الساعة لملف الحوار الوطني. تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة. منذ أن دعوت إلى الحوار الوطني فقد تابعت عن كثب وباهتمام بالغ الإجراءات التحضيرية له وتهيئة الأجواء لإتمامه، مؤكداً على حضراتكم جميعاً بأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. وأن أحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق ونصطف للعمل ونجتمع على كلمة سواء. أهلا بكم. استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي الأربعاء المقبل، حيث سيتم خلال الجلسة مناقشة مشروع القانون المحال إلى الحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناء على توجيه رئيس الجمهورية. مزيد ينضم لنا الأستاذ كمال حسنين رئيس حزب الريادة. أرحب بك أستاذ كمال. تحياتي لحضرتك وتحياتي للسادة المشاهدين يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ كمال. بداية كلمنا عن مشاركة حزب الريادة في الحوار الوطني وأهم ما رصدتم في الجلسات السابقة. أولا حزب الريادة هو أحد أعضاء تحالف الأحزاب المصرية اللي هي مشاركة 42 حزب ومشاركة في ممكن في جميع الموضوعات التي تم مناقشتها خلال الأسبوعين الماضيين سواء في المحور السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي. ومنذ بداية الـ 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 يعني بداية الحوار، وهي يعني أنا بقدر أقول رسائل سريعة أن أصبح لأول مرة المتحاورين عندنا الكل بقى عنده ثقافة الحوار. يعني إحنا في البداية كانت مباشرة الحقوق السياسية اللي هي قانون الانتخابات اللي هي سواء قائمة نسبية أو قائمة مطلقة أو نجمع بين الاثنين، الكل كان بيتحدث كأن أولا بيختلفوا في الرأي بيختلفوا في الأفكار لكن كلهم لهم مصلحة واحدة لأنهم وطنيين مصريين. عندنا كحزب الريادة قدمنا مشروع مقترح
اولا انا عندي ثلاث مواد دستوريه تحتم ان انا او يعني حسب الرؤيه ان ما اقدرش احقق في الانتخابات المواد الدستوريه الثلاثه اللي هي الكوتا اللي هي حوالي 35% الا من خلال قائمه مغلقه. مشكله القائمه المغلقه ان الدائره واسعه، يعني عندي الصعيد كله كان دائره واحده، فاحنا قدمنا مقترح ان بنقلل عدد المحافظات بحيث ان في بعض المحافظات ينزل القاهره والليبيه تبقى دائره واحده، يبقى دائره صغيره يبقى انا بسهل على الاحزاب ان ممكن الاحزاب تشترك مع بعض وتعمل قوائم مغلقه مصغره. يبقى في هذه الحاله حلت المشكله بتاعت اتساع الدائره. عندنا برضو في قانون في الاحزاب كحزب الرياده وتحالف الاحزاب المصريه قدمنا مشروع قانون، اولا طلبنا بالابقاء على لجنه الاحزاب الحاليه التي تضم في عضويتها شيوخ القضاه في مصر، طلبنا ببعض التعديلات، طلبنا بتعديل خمس مواد واستحداث بعض اربع مواد جديده عشان ننشط الحياه السياسيه. طلبنا ان احنا من ضمن مطالبنا بتحالف الاحزاب المصريه ان لازم الاحزاب يبقى لها دعم مالي، وده مش جديد على الدوله المصريه ولا على العالم. كان عندنا دعم مالي واتلغى، المجلس العسكري الغاه سنه 2013، لان الدعم المالي بيساعد على ان الاحزاب تقوم بانشطتها ويساعد على استقلاليه قرارها، ان الدوله اللي بتديني مش حد اللي بيديني عشان يفرض عليا سيادته، لان دايما الدافع او من يصرف بيطبق سياسته، فانا عايز تبقى الاحزاب كلها وطنيه فيبقى دعمها من الدوله. طلبنا ايضا من في الاحزاب السياسيه، انا عندي من الحزب الاحزاب السياسيه من حقها تعمل جريدتين عشان تنشر ارائها وافكارها، فطلبنا ان اعفاء الجريدتين من جميع الرسوم. في عندنا في القضيه السكانيه الحزب والتحالف ما قدم مشروع ورقه، لان احنا عارفين أكبر مشكلة بتعاني منها الدولة المصرية هي الزيادة المضطردة في عدد السكان، وبناء عليه الزيادة السكانية تلتهم معظم معدلات التنمية. يبقى أنا بعمل، أنا عندي حاجة عجز في الماضي زي التربية والتعليم، عندي عجز في الفصول، عندي عجز، طب أنا هعالج العجز الماضي ولا هدور أبني للقادم؟ عشان كده بنقول ان لازم تترافر جهود الدولة المصرية كلها، كل الوزارات لازم يبقى عندي إعادة رسم للخريطة السكانية في مصر، عشان وعلى الجهات المختصة كل الوزارات زي المجلس القومي للمرأة اللي موجود في كل المحافظات ان يبدأ بالتوعية لدى الأسر اللي هي موجودة بالرعاية عشان موضوع الزيادة السكانية، لان بتلتهم معظم معدلات التنمية. فاحنا في كل الموضوعات تحالف الأحزاب المصرية وحزب الريادة احد اعضائه بنقدم ملفات لرؤى اللي بيجاها التحالف مقدمينها للأمانة الفنية للحوار الوطني. إذن هناك مجموعة من النقاط تحدثتم عنها، ومن أهمها طبعا وأبرزها فكرة القائمة المغلقة، توافقون على ذلك ولكن مع تصغير الدوائر الانتخابية كما فهمت، وتحدثتم أيضا في الجانب الاجتماعي، لكن هل لكم اطروحات فيما يخص الجانب الاقتصادي؟ طبعا الجانب الاقتصادي ده بيهم كل بيت وبيهم كل مواطن. قدمنا بعض الحاجات يمكن الكل اتكلم عليها، اللي هي بعض التيسيرات، بعض ان انا اوفر للمستثمر ان انا اعيد الثقه تاني رقم واحد بين الحكومه وبين المستثمر المصري اولا، لان المستثمر المصري او المستثمر العربي او الاجنبي اذا وجد هناك معوقات قدام المستثمر المصري، المستثمر الخارجي مش هيجي لي. فاحنا عارفين فالرئيس عبد الفتاح السيسي لم يترك الامر كده، احنا عارفين من عده ايام او من حوالي خمس ايام اصدر اثنين، اجتمع بالمجلس تشكيل المجلس الاعلى الاستثماري الجديد واصدر 22 قرار عشان يسهل الاجراءات على المستثمر، عشان يزود الاعفاءات على المستثمر، لان احنا عارفين دايما ان عشان اقدر اصدر اوصل، يعني عندي حاجتين لهم بعد اقتصادي مهم جدا، الزراعه والصناعه هما عجله التنميه، عشان اوصل بالصادرات الى 100 مليار عشان اعوض العجز اللي موجود كل سنه في العمله الصعبه، بدل ما انا بستورد ب 84 واصدر ب 90 ب 60، لا انا عايز اوصل ل 100 مليار. فدايما قضيه الاستثمار او القضيه الاقتصاديه هي داخله كل بيت، واحنا شايفين الاوضاع الاقتصاديه مش على المستوى المحلي بس، على المستوى العالمي، لان قلت لاول مره يمكن خلال 100 سنه تيجي جائحتين في وقت واحد، جائحة صحية اللي هي كورونا وجائحة عسكرية الحرب الروسية الأوكرانية. عشان كده بدأت الدولة المصرية عندها بعد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما، يعني أنا هقول واقعة، وأثناء مبادرة مناقشة ملف التعليم وكان الكل يقول عايزين مفوضية وعايزين، فوجئنا بالرئيس عبد الفتاح السيسي كعهده دائما أصدر قرار للحكومة المصرية بأن على العجل تبدأ تعمل حاجة المجلس الأعلى للتعليم والتدريب.
كما قبل كده لما لقى ان المجلس امناء الحوار بيرغب بيدي رساله بيقول عايز الاشراف القضائي قبل مرور 24 ساعه كان يدى توصيات للتعليمات للحكومه انها تعد مشروع قانون للاستمرار الاشراف القضائي لما بعد يناير 24. فالرئيس عبد الفتاح السيسي يعيش هموم الوطن وهموم المواطن، عشان كده شفنا في المجلس الاعلى للاستثمار اصدر 22 قانون عشان يسهل، لان النهارده لصالح الدوله المصريه ان تشجع المستثمر المحلي والمستثمر الاجنبي عشان اقدر ان انا اصدر اقدر اعدي ونقدر ومصر قادره ان شاء الله انها تعدي ال 100 مليار وازيد. فالدوله المصريه خلال الفتره التي قلنا ويمكن خصصوا للجلسه اللي هي اللي بتاعه لجنه التعليم والبحث العلمي يوم الاربعاء القادم اللي هي دي حاجه جديده الرئيس عبد الفتاح. دليل اولا النقطه رقم واحد ان الرئيس يتابع ما يجري في الحوار الوطني، لان في نفس اللحظه اللي لجنه التعليم شغاله الرئيس اصدر قرار للحكومه بانشاء المجلس الاعلى للتعليم والتدريب، ومجلس امناء الحوار طلب باقامه جلسه يوم الاربعاء القادم لمناقشه هذا الموضوع. فالرئيس يعيش هموم الوطن وهموم المواطن ويتابع ما يجري على ساحه الحوار الوطني يوميا. فيما يخص جلسه التعليم يوم الاربعاء المقبل، ماذا يحمل ممثلو حزب الرياده في حقيبتهم للطرح على طاوله النقاش؟ اولا هو المجلس الاعلى للتعليم والتدريب احنا لسه هنسمع الرؤى بتاعة تشكيل المجلس، لأن احنا عندنا العملية التعليمية بترتكز إلى عدة أركان. عندي أول رقم واحد واثنين وثلاثة المعلم، لازم إن أنا أعمل كادر خاص للمعلم المصري، لازم يبقى له كادر مالي خاص عشان حتى يقدر يعيش حياة كريمة. لأن المعلم المصري الدول اللي لسه تقدمت اعتبرت المعلم في الفئة الأولى. عندي ماليزيا وعندي سنغافورة اهتمت بالتعليم وكان المعلم هو رقم واحد. المعلم هو اللي بيخرج الطبيب وهو اللي بيخرج المحامي وهو اللي بيخرج المهندس وهو اللي بيخرج، فلازم المعلم يبقى له كادر خاص. وفي نفس الوقت اهتم بالتدريب المعلم، يعني انا بهتم بالناحيه الماليه بتاعته واهتم بتاهيله وتدريبه. كذلك الفصل المدرسي، انا عندي عجز كبير في الفصول المدرسيه، فلازم اعمل على ان انا الف بناء على ارتفاعات الكثافه السكانيه. البند الثالث اللي هو المنهج، لازم يبقى في عندي زي ما حدث في الابتدائي وتطوير المناهج الابتدائيه لغايه رابعه ابتدائي، انا مطلوب اعاده مراجعه جميع المناهج للمراحل التعليميه المختلفه. ثم الاخر اللي هو الطالب بتاع المدرسه، ازاي انا اشجع الطالب ان يبقى المدرسه زي زمان كانت يوم دراسي كامل، الطالب لا يخرج من المدرسه الا في نهايه اليوم الدراسي. فانا عندي العمليه التعليميه اربع اركان، المعلم، المدرسه، الكتاب، ثم الطالب. فالدوله لازم الفتره الجايه، واعتقد ان بالقرار بتاع الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو انشاء المجلس الاعلى للتعليم والتدريب، اذا ليه حاجتين ليه هدفين، ان انا بعد المعلم. يعني انا عندي حاليا كليه التربيه، اللي داخل كليه التربيه ده عارف انه في النهايه يبقى معلم، ما ينفعش ان يبقى عندي عجز معلمين وعندي فائض في كليه التربيه يعمل في اشياء مختلفه غير، يبقى لازم ارجع ثاني اعتمد على خريج تربيه في كليه التربيه وفي نفس الوقت اعد لها دراسات او مواد دراسيه تحتاجها اللي بيحتاجها التعليم المتقدم حاليا. يبقى انا عندي اساسا الاعتماد اللي هو الاهم ثاني، الاعتماد على خريج كليه التربيه اللي هو معد عشان يبقى معلم، لان بيدرس مناهج اللي هي خاصه بالتعليم وفي نفس الوقت بيطلع اثناء الدراسه بيطلع فترات تدريبيه بيتدرب في المدارس. فالتعليم هو دايما قاطره التنميه لقوي الدوله، احنا شفنا سنغافوره وشفنا ماليزيا. اذا الدوله ومشروع مصر القومي 2023 هو التنميه المستدامه الرئيس. بناء الانسان، الصحه والتعليم على راس اولويات واهتمامات الرئيس السيسي والدوله المصريه. اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ كمال حسنين رئيس حزب الرياده، كنت معي هاتفيا من القاهره. إن دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات، سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا.
وسط مشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية، شهد الأسبوع الثاني للحوار الوطني في محاوره الثلاثة السياسي والاقتصادي والاجتماعي، شهد مناقشة العديد من القضايا التي تهم المواطنين. خلال الأسبوع الثاني من جلسات الحوار الوطني في محاوره الثلاثة السياسي والاقتصادي والاجتماعي، تمت مناقشة العديد من القضايا التي تهم المواطنين: قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب إلى جانب الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب السياسية، كان ضمن القضايا التي ناقشتها الجلسات بحضور ومشاركة ممثلين عن فئات المجتمع كافة من سياسيين ومرشحي جهات وأحزاب سياسية وباحثين وخبراء ومقدمي المقترحات. وخلال جلسة نقاشية خاصة بلجنة الأحزاب، أكد المقرر العام للمحور السياسي الدكتور علي الدين هلال أن الباب مفتوح على مصراعيه لمناقشة الموضوعات والمقترحات الخاصة بتنمية الحياة الحزبية والسياسية في مصر، موضحاً أن الدستور المصري يؤكد على التعددية الحزبية ويستهدف تعزيز دور جميع الأحزاب. الديمقراطية هي حكومة تعدد الأحزاب. الدستور بيقول هذا الكلام. دستور 2014. نظام ديمقراطي يقوم على التعددية الحزبية. وعايز أقول كلام واضح لا شبهة فيه. إذا كان الدستور بيقول أن النظام الحكم يقوم على تعدد الأحزاب، إذا شرعية نظام الحكم تأتي من أحزاب المؤيدة والأحزاب المعارضة. ووجود أحزاب لها آراء أخرى واجتهادات أخرى هو جزء من شرعية النظام. النظم الديمقراطية تقوم بمن يؤيدوها وبمن يعارضوها، ومن خلال التفاعل بين هذا وذاك نصل إلى ما هو في صالح البلاد. كما تمت مناقشة قانون المحليات، حيث أكد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أنه سيتم رفع مطلب إجراء انتخابات المجالس المحلية في أسرع وقت للقيادة السياسية، لافتاً إلى أن المجالس المحلية تحقق غرضين: أولهما أنها ذات صفة رقابية، وثانيهما أنها مجالس تدريبية وإعداد كوادر للقيادة. في المحور الاقتصادي، شكلت قضيتا أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري وتحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي صلب المناقشات بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء. مقرر لجنة الصناعة المنبثقة عن المحور الاقتصادي الدكتور بهاء ديمتري أكد أن جلسات لجنة الصناعة تهدف إلى الخروج بتوصيات تسهم في وصول نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي القومي إلى 35%. آخر إحصائية ظهرت أو رقم جالنا أن الصناعة المصرية ساهمت في إجمالي الدخل القومي بـ 16%، والحقيقة طبعا هذا رقم متواضع جدا جدا بالنسبة للطبيعي وليس المأمول. يعني الدول التي حوالينا واللي ليها تجارب مشابهة في اقتصاد أو في السياسة زينا، المساهمة الصناعة في الجي دي بي بتاعها بتتراوح ما بين 30% لـ 35%. يعني فإحنا لما بنطمح لأن إحنا نكون من 33% لـ 35%، إحنا عايزين نوصل للطبيعي اللي المفروض أرقام الميزانيات ديت والسوق دوت وعدد الشعب دوت والإمكانيات اللي عندنا ديت عشان نبقى عاديين نبقى 33%، يعني ضعف اللي بيتحقق النهارده. ده بيتطلب ايه؟ بيتطلب ان اولا يكون عندنا النية الصادقة والإرادة والرغبة اولا السياسية ثم الاقتصادية لإنشاء بيئة استثمار جاذبة وقوية تشجع المستثمرين وفي القلب منهم المستثمرين الصناعيين على العمل وعلى الإنتاج وعلى الإضافة للاقتصاد القومي بأنواع بطرق شتى كلنا عارفينها. وشهدت المناقشات مشاركة أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية إبدأ، حيث نوه المدير التنفيذي لشركة إبدأ لتنمية المشروعات إلى عدد من التحديات
التي تواجه الاستثمار الصناعي وتوطين الصناعة في مصر، ومن أهمها الإطار القانوني والتنظيمي وتعدد جهات الولاية، فضلا عن المشكلات التمويلية وارتفاع تكاليف توصيل المرافق، كما نوه بالتحديات الخاصة بالمبالغة في الإجراءات الرقابية والتي تعكس عدم الثقة في القطاع الخاص. أما المحور المجتمعي فقد شهد في أسبوعه الثاني 4 جلسات للجنتي التعليم العالي والقضية السكانية، حيث ناقشت لجنة التعليم العالي على مدار جلستين قضية التعليم قبل الجامعي، فيما ناقشت لجنة القضية السكانية على مدار جلستين تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية. وكشف المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان عن أن الرئيس السيسي وجه الحكومة بتسليم مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب للحوار الوطني لمناقشته في جلسات الحوار قبل إرساله لمجلس النواب. أؤكد على ما قاله الدكتور جمال في أهمية الحوار باستجابة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاقتراح الإشراف القضائي. الأمر لم يقف عند الاستجابة، ولكن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمناسبة التعليم وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي أعد مشروع قانون لما يسمى المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، وده مشروع مجلس الوزراء أعده. سيادة الرئيس وجه رئيس الوزراء إلى إرسال مشروع القانون إلى الحوار الوطني لمناقشته قبل إرساله إلى البرلمان لإقراره والقيام بالواجب الدستوري للبرلمان، وبالتالي مشروع القانون وصل إلينا بالفعل، سيقوم بتوزيعه على حضراتكم في بداية الجلسة الثانية ليكون تحت أبصاركم، ولكي يناقش مناقشة موضوعية سنخصص له جلسة خاصة لاحقا سوف نعلن عن موعدها. كما شهد الحوار الوطني جلسة لمناقشة تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية ضمن موضوعات لجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني. وأكدت الجلسة ضرورة الإصلاح الهيكلي لملف السكان ووجود برامج للتربية السكانية. جلسات نقاشية خلال الأسبوع الثاني للحوار الوطني شهدت قضايا تمس المواطن وسط مشاركة فاعلة لكل أطياف المجتمع من أجل رسم مرحلة جديدة في طريق الجمهورية الجديدة. مزيد ينضم لنا الأستاذ خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي. أرحب بك أستاذ خالد. أهلا بحضرتك. برحب بحضرتك. بداية، أبرز الملفات اللي حابين تناقشوها في الاجتماعات الأسبوع المقبل. طبعا الملفات متعددة، وعلى رأسها الملف اللي أسنده فخامة الرئيس وتم إرساله إلى الحوار الوطني، وهو المجلس الوطني الأعلى للتعليم. هو ده اللي هيتم طبعا مناقشته في الصدارة، وده في حد ذاته هيبقى شيء غير مسبوق لأجل إحداث نهضة تعليمية في مصر، بحيث أن تبقى العملية التعليمية محددة وفي جهة محددة بتقوم برسم سياستها لفترات طويلة وغير مرتبطة بتغيير وزير أو أي مسؤول من المسؤولين في الوزارة يجي يغير كل المنظومة بالكامل، مما يؤدي إلى إحداث آثار ضارة كثيرا بالطلاب وبالمجتمع ككل. يعني احنا لو نظرنا إلى التعليم في مصر، في مرة فترة من الفترات ألغيت 6 ابتدائي، نعم، بعد كده ضم 5 على 6، وبعد كده الأجيال دي كلها تضررت، هذه الأجيال تضررت، وكذلك يعني بعض الإجراءات اللي أدت في تغييرها إلى أضرار يعني بيدفع ثمنها أجيال لفترة طويلة. إحنا شايفين إن فخامة الرئيس لما وضع يعني جهده وفكره في التعليم بهذا الشكل، أعتقد إن ده من أفضل القرارات
اللي اتخذت حاليا في الاسبوع ده من افضل القرارات، لان احنا لينا طموحات كاحزاب سياسيه في ان التعليم ده يبقى هو طوق نجاة مصر والشعب المصري وتقدمه للامام. ازاي؟ احنا كحزب شعب ديمقراطي وهو احد الاحزاب المنضمه لتحالف الاحزاب المصريه نرى ان لابد من عوده المدرسه، لابد من عوده المدرسه اولا، ولابد من ان يكون المعلم هو اول من نهتم به في منظومه التعليم حتى يستقيم المجتمع. المعلم ده هو اللي بيخرج الجميع. المعلم لازم يعود له كل مميزاته واختصاصاته، وهو الوحيد اللي أنا أدعو إلى أن يكون حالته المالية فوق أي كادر من كوادر المجتمع. أدعو أيضا إلى أنه يبقى إلغاء السناتر. لكن هذه الرؤية أستاذ خالد، هل هي مصحوبة بأرقام، إحصائيات، دراسات، جدوى قمتم بها لتقديمها لإدارة الدولة؟ طبعا هذا المشروع، طبعا احنا قعدنا 9 شهور في نقاش دائم من بدءا من دعوة فخامة الرئيس للحوار الوطني في 26 أبريل 2022 بإفطار الأسرة المصرية. ظللنا نجتمع في تحالف الأحزاب المصرية، وعملنا فريق عمل، حزب الريادة وحزب الأحرار وحزب الشعب، اشتركنا 9 شهور نحضر كل المتخصصين من الأمانات التابعة لنا على مستوى الجمهورية والمتخصصين في العمليات التعليمية، حتى جبنا من هم في الأزهر الشريف، علشان الأزهر الشريف مش منفصل عننا عن العمليات التعليمية، وكتبنا رؤية متكاملة وقدمناها مرة واثنين وثلاثة، في مرة في الأكاديمية الوطنية للتدريب قبل إنشاء أمانة الحوار الوطني، ثم مرة ثانية وثالثة، وفي كل جلسة من الجلسات نقدم الرؤى مكتوبة. القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للتعليم. لكن عفوا على المقاطعة، كان سؤالي عن فكرة زيادة رواتب ودخول المعلمين، هذه نقطة بالتحديد قمتم ببحثها. زيادة الرواتب بحد ذاتها لن تشكل أي ضغط على الميزانية بأي شكل من الأشكال، لسبب بسيط، إن الـ الآباء والأمهات يدفعون مبالغ خرافية في الدروس الخصوصية، مبالغ خرافية، ويعلم القاصي والداني مدى هذا العبء الذي يتحمله رب الأسرة المصري ورب الأسرة أيضا، لأن في سيدات مرأة معيلة بتدفع ثمن كبير، وكذلك في السناتر، يعني السنتر الواحد بيتكلف كام، يعني بحصيلة المبالغ اللي بيحصلها في حصة واحدة لمدة ساعة أو ساعتين، مبالغ خرافية، والملازم وما إلى ذلك. احنا حطينا خطة لأجل أن هذه الأمور تذهب إلى هذا الاتجاه، وما فيش بيمنع أن احنا نستخدم أساليب ابتكارية لأجل إيجاد موارد جديدة لوزارة التعليم. وأنا أعتقد أن أي مبلغ ينفق على التعليم لا يذهب هباء طبعا، فهذا بناء للوطن، والمعلمين في حد ذاتهم سوف يقبلون على الحصص المدرسية، وحيعزفوا عن يعني الدروس الخصوصية والتدريس في السناتر، والأمر اللي أدى إلى أن المدارس اللي موجودة حاليا بقت إلى حد ما مش قايمة بدورها بشكل كامل. المدارس محتاجة تقوم بدورها بشكل كامل. المدرسة بداية الوطنية، بداية من تحية العلم الذي يرسخ في قلب ووجدان كل يعني طالب منذ نعومة أظافره أن بلدنا مصر هي وطننا
ندافع من أجلها ونحن فداء لها. ولا يتخيل أحد مدى تأثير هذا النشيد والسلام الوطني الذي يبني الإنسان المصري ويبني الانتماء. لأن لا فائدة لمتعلم بلا انتماء وبلا وطنية وبلا وجدان وبلا تبعية لبلده مصر. حب الوطن، زرع حب الوطن. ولذلك نحن نركز على عودة دور المدرسة، عودة هيبة ودور المعلم ومميزاته، وطبعا باقي الاقتراحات. كان هناك ورش عمل مختلفة وجلسات مختلفة يعني كثيرة. العفو. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، كنت معي عبر الهاتف من القاهرة. الحوار الوطني شكل جديد ورؤية جديدة ما عشناهاش بقالنا فترة وحقبة كبيرة من الزمن. حاجة من ناقصانا ان احنا يعني نسمع بعض اكتر، بحيث ان احنا نشوف وجهات النظر كلها. الحوار الوطني مفيد جدا لبناء الجمهورية الجديدة. اهم الموضوع لازم نتكلم فيها التعليم، الصناعه بقى والاقتصاد. يعني ده اللي احنا ده اللي الريس بيسعى ليه بقى له كذا سنه، وده اللي انا نفسي بقى نشوف. اكتر حاجه ممكن اتكلم فيها العنف اللي بتتعرض له المراه، البطاله، قانون الاحوال الشخصيه. نفسي لما يتناقشوا في مشاكل كتير، في مشاكل البطاله، التعليم، الصحه. أحسن حاجة كلنا بينا واحد وكلنا عايزين مصلحة مصر. كلنا هدفنا طبعا إن احنا نعيش في الجمهورية الجديدة، وده اللي الرئيس بيعمله دلوقتي، واللي احنا كمان هنساعده إن احنا نعمله. إذن تنطلق الجلسات النقاشية للأسبوع الثالث للحوار الأحد المقبل الموافق 4 يونيو. نتابع جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار مع الزميلة ميرفت المليكي. أهلا بكم. أقر مجلس أمناء الحوار الوطني جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرر العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي. كان الحوار الوطني قد انتهى من الأسبوع الثاني للجلسات النقاشية بجلسات استغرقت قرابة 51 ساعة انعقاد للتوافق حول قضايا شكلت أولويات هامة لدى المواطنين. حيث تنطلق الجلسات النقاشية للأسبوع الثالث للحوار الأحد المقبل الموافق 4 يونيو، وتنتهي الخميس الموافق 8 يونيو. وتبدأ الجلسات النقاشية بجلسة حول عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، هذا بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابية. ويليها جلسة حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة. وعلى التوازي من تلك الجلستين تعقد جلستان حول موضوع قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية لمناقشة المعوقات أمام العمل الأهلي المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي. وفي يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو ستعقد جلستان حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة. وفي اليوم نفسه تعقد جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات، مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائي. وفي يوم الخميس 8 يونيو ستعقد جلستان لقضية دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال والمدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب. وعلى التوازي تعقد جلستان حول الرعاية الصحية
بين التحديات والأمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلية والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة. مشاهدينا، كان هذا استعراضا لجدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار الوطني. نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء. نشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني نصوص مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمكون من 8 مواد. بدأت الصفحة الرسمية للحوار الوطني متابعيها للمشاركة برأيهم حول نصوص المشروع من خلال التعليقات. وكان قد أعلنت إدارة الحوار الوطني عن عقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب يوم الأربعاء المقبل. المزيد ينضم لنا دكتور جمال شيحة، مقرر لجنة التعليم بالحوار الوطني. أرحب بك دكتور جمال. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. وربما الأربعاء المقبل هو يوم خاص بالتعليم، كلمنا عن الاستعدادات وأبرز ما سيتم طرحه. الحقيقة لجنة يوم الأربعاء هي لجنة طارئة لمناقشة مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء بخصوص إنشاء هيئة عليا أو مجلس أعلى للتعليم والتدريب. والسيد الرئيس وجه أن ذلك يناقش في الحوار الوطني قبل عرضه على البرلمان. عندما عرض ذلك في أول جلسة يوم الخميس الماضي، طلبنا من مجلس الأمناء سرعة عمل اجتماع أو ورشة عمل للمناقشة لأهمية الموضوع، وتقرر أن تكون الجلسة إن شاء الله يوم الأربعاء القادم. يعني عاوزين مزيد من التفاصيل دكتور جمال عن هذا المشروع، وهل يعد من إنجازات الحوار الوطني؟ الحقيقة المشروع هو في نطاق نشاط اللجنة الخاص بإعادة هيكلة التعليم قبل الجامعي والجامعي والبحث العلمي في مصر. كانت أولى جلساتنا مخصصة لمناقشة هذا الموضوع، فجاء هذا القانون في صميم ما نهتم به ويهتم به المجتمع، وهو إعادة هيكلة منظومة التعليم والتدريب في مصر. ولذلك طلبنا سرعة عمل لجنة أخرى لمناقشة تفاصيل هذا الموضوع وطرحه للنقاش في الحوار الوطني كما طلب السيد الرئيس. يعني إن كان لك أن تعطينا رؤوس أقلام عن أبرز ما يمكن أن يقوم به هذا المشروع. هذا مشروع فلسفته العامة هي إعادة هيكلة وتنظيم منظومة العمل في التعليم، بأن تكون هناك جهة أو مجلس أو هيئة تقوم بوضع الاستراتيجيات اللازمة لكل ما يتعلق بالتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والتدريب والتعليم الفني وإلى آخره. أن تكون هناك منظومة تضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط وتتابع تنفيذها حتى لا تتغير هذه السياسات بتغير المسؤولين، وتلك كانت آفة العصور الماضية. النقاشات بين الأحزاب دكتور جمال والمشاركين، لحضرتك متابع معنا في هذه التغطية، كان معنا حزبين، حزب الريادة وحزب الشعب، والاثنين أكدوا طبعا على أهمية مجال التعليم والبحث فيه. هل هناك توافق عام فيما يخص هذا القانون برأيك؟ هذا القانون عرضت مواده وتم توزيعها على الجميع، أحزاب وخبراء، وننتظر أن يدلوا بدلوهم ويعطونا آرائهم كما طلب السيد الرئيس. عايزين آراء الحوار الوطني، كل المشاركين، خبراتهم، آرائهم، تصوراتهم، لكي نبلور فلسفة هذا التوجه في تشريع
يضع التعليم في مصر في منظومة جديدة تسمح بالانطلاق نحو تطوير جديد. وأعتقد أن الأحزاب في جلسة يوم الخميس كانت مشاركة بقوة، والخبراء أيضا كانوا موجودين بكثافة، وننتظر آرائهم وإضافاتهم وتعليقهم على تفاصيل هذا القانون حتى يخرج في أفضل صورة إن شاء الله بإذن الله. ولكن حضرتك متفائل يا دكتور جمال؟ أنا متفائل بالمشاركة الواسعة من جميع الجهات، ويوم الخميس في جلسة التعليم كان أقصى اليمين وأقصى اليسار والوسط، أغلبية معارضة أقلية، خبراء، طلبة، معلمين، صحفيين ورجال فكر، الجميع يتفق على ضرورة أن ننهض بالتعليم، والكل بيشارك في إيجابية الحقيقة. طبعا بالعلم تحيا الأمم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور جمال شيحة مقرر لجنة التعليم بالحوار الوطني، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. يعني بنؤكد دائما على أنه فكرة التعليم هي العامل الأساسي لبناء الدول، وزي ما ذكرنا في هذه التغطية المشروع القومي لمصر 2030 التنمية المستدامة، بناء الإنسان، الصحة والتعليم، والدولة تخطو خطوات كبيرة في هذا القطاع. نشكر حضراتكم، وإلى ذلك تنتهي هذه التغطية. تقبلوا تحياتي فريق عملي، وهذه تحياتي محمد الرميحي. سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته.